سنوات الحرب ولدت بالشباب دافع. دليفري هي شباب صار اخذوها كشغل وسيله كثير منيحه. الناس اللي بس عنده بسكليت بده يدبر حاله، اللي ما عنده خبرات بده يلاقي شغل. هو توصيل اكل، ناس مثلا بتكون في برد ما عندها وقت بدها تاكل بسرعه، بيطلبوا من المطاعم، نحن بنجيب لهم اكل لعند بيتهم باسرع وقت ممكن. آلية العمل، طبعا انا بشتغل على البرنامج بالموبايل، بيجي لي عنا اشعار ياخذ المطعم الفلاني مثلا من ساحه المطاعم، بروح لهونيك بقول لهم رقم الطلب، بستنى حتى يجهز بحطه بالشنطه. طبعا لازم يكون ايديه معقمين منيح، كله على الجي بي اس، نحن بنتبع الطريق. لما نوصل على البيت بدق للزبون بقول له انه انا وصلت، بس حضر حالك مشان تصير عندك، وبقدم له الطلب وبحاسبني راتبي عند الزبون، مو انه بضطر لاخر الشهر حتى اخذه. في ميزه كثير انا بحبها، انه بخلوني حط حالي متصل او لا امتى ما بدي. اذا انا طالب جامعه ما بحسن الا ساعتين باليوم، بحط حالي ساعتين بقدي ودي طلبين ثلاثه، برجع على البيت مشان لحق اكل وادرس. وسطيا باليوم بوصل بحدود 8 طلبات، وإذا بشتغل 12 ساعة بوصل لـ20 طلب. الصعوبات اللي بتواجهنا نحن ككابتن، يعني بنشتغل على البسكليت، في طلوعات صعبة شوي، فلازم إنه بكون حط كتير عزم مشان وصل بأقرب وقت مشان ما يبرد الأكل، وفيها تعب كتير يعني. وغير عوامل الجوية، من ناحية السهولة طبعا الموتور أسهل، بس كمان عنده هم الزيت، هم البنزين، كيف بده يأمنهم. نحن ما عنا هالهموم ابدا. تعرضت لعده انتقادات منهم، انه بيقولوا لي هذا الشغل مو ثابت، انه هذا الشغل ما بيعطيك خبره، ما بيعطيك اذا واحد بده يتعلم مصلحه، اذا بده يساوي شغل فيه وكذا. هذا الشغل يعني ما له انه حطه النمبر 1 تبعي. انا حابب هالمهنه كثير، انه ما بتتطلب خبرات ولا شهادات ولا مصلحه معينه، وكمان بصمد للجامعه مشان انا مثلا موازي فبدي اخبي مشان اسجل، وكمان يعني الناس اللي خايفين بدهم يتشجعوا وكذا، فهالشيء اذا بخليهم يعني يحققوا حلمهم ما في شيء مستحيل.